مساء الخير واهلا بحضراتكم وحلقة جديدة النهاردة الأحد الموافق 10 ديسمبر 2024، أول يوم في الانتخابات الرئاسية، وهتستمر الانتخابات لمدة 3 أيام. انزل وشارك في الانتخابات ودي صوتك لمن يستحقه. احنا عندنا 4 مرشحين، عندنا الرئيس عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، وعندنا المرشح الثاني فريد زهران رمز الشمس، وعندنا المرشح الثالث عبد السند يمامة رمز النخلة، وعندنا المرشح الرابع حازم عمر رمز السلم. 4 مرشحين، انزلوا وصوتهم وادوا صوتكم لمن يستحق. يعني انت عندك حق دستوري، ما تضيعهوش، وخليك ايجابي وشارك في الانتخابات الرئاسية وما تقطعش. المقاطعة مش هي الحل يا جماعة، وانزل وشارك، لان ده كمان حق الوطن عليك انك تكون مشارك ايجابي مش مشارك سلبي. لا، انزل وشارك وقول صوتك لمن يستحق. دي حاجة. الحاجة التانية، انا النهاردة عايزة اتكلم عن الكنيسة القبطية الارثوذكسية المصرية الوطنية. طبعا احنا كمان على مر العصور، انتوا عارفين ان طول عمر كنيستنا وطنية وبتشارك وبتحب ان هي يكون لها دور ايجابي وفعال، وبالذات في الانتخابات سواء في الرئاسية او في البرلمانية او اي انتخابات، لازم يكون في مشاركة ايجابية، مشاركة وطنية. والكنيسة لها دور كبير جدا في حب هذا الوطن. طبعا احنا كمان عارفين من ايام قداسة البابا شنودة الثالث وهو بيقول ما تضيعش حقك وانزل وشارك وقول رأيك بكل امانة. وطبعا كمان قداسة البابا تورس الثاني نفس الكلام، برضو بيحث الاقباط على المشاركة في التصويت على الانتخابات الرئاسية 2024. انزل وقول صوتك بكل امانة، انت عندك 4 مرشحين وقول اللي انت عايزه، بس خليك ايجابي وانزل. انا عايزكم تشتركوا كلكم في الانتخابات، واحد واحد وهيئة هيئة، كلكم بذلك تثبتون وجودكم الوطني، يشعر الناس ان ليكم وجود ومش مجرد وجود، وجود فعال. يعني ايه وجود فعال؟ يعني له تأثير في حياة البلد دي، تخلي الناس يحترموكم. لو ما رحتوش تنتخبوا تبقوا زي جثة مهملة ولا يحترمها حد ولا يشعر احد وجودها، بل بالعكس جايز يقول البعض بركة اللي جت منكم وما جاتش مننا، وجايز يقول البعض اللي ما يروحش يقول له اخبط راسك في الحيط ويشوف النتيجة ايه، وجايز البعض يقولوا الانتخابات هتتم رحت او ما رحتوش. فاهمين الكلام ده؟ ارجو العواطف تخلطوها بشيء من الكسب. انتوا كمان وجودكم في الانتخابات يحفظ التوازن، يحفظ التوازن. التوازن بين الاعتدال وبين التطرف. طبعا كلكم معتدلين، فيبقى وجودكم هيعمل توازن كويس. عايزكم في من تعطون صوتكم في الانتخابات اختاروا مين اللي بيهتم بيكم ومين اللي يعني قلبه معاكم.
اقصدش ان اقباط يترشحوا جايز يجنح منهم حد، هذا ما مرجو معلش، لكن انا يهمني تنتخبوا المسلم الذي يحبكم ويهتم بكم ويدافع عنكم. الانتخابات دهيت هي حق دستوري وقانوني للمواطن المصري، حق دستوري وقانوني. وكلمة حق احيانا الواحد فينا يقول انا ما سيبش حقي، مش كده برضو في اي موقف؟ انا ما سيبش حقي، وجودنا هو علشان مشاركتنا، ودي نداء لكل المصريين ولأبنائنا الأقباط ان احنا لازم نشارك. المشاركة هي المهمة. ليه؟ لان اولا لو اللي هينجح، الشخص اللي هينجح، هينجح بخمسة مليون صوت غير لو نجح بخمسين مليون صوت. طب وده هيبان ازاي؟ لما يبان في النتيجة النهائية قدام العالم كله. العالم دلوقتي بقى مرتبط ببعضه، احنا بنشوف حرب اوكرانيا مأثرة علينا في القمح، مش كده؟ ولما حصلت حرب غزة دهية الهند اللي كانت بتساعدنا قالت لا، انا القمح اللي عندي على قد السنة دي مش هقدر ابيع، كنا معتمدين عليه. العالم بقى متأثر ببعضه. انتوا بتشوفوا موضوع السكر اللي موجود. فلما اللي هينجح ينجح برقم كبير، يقوم مؤسسات العالم ودول العالم تنظر الينا باحترام، ان الرئيس ده كيف ما يكون الشخص واقف وراء شعب، واقف وراء اصوات، وبالتالي ده جدير بالاحترام وجدير جدير بالتعاون. الحاجة الثالثة اللي عايز اقولها ان من يوم الحد هتبتدي الانتخابات الرئاسية، والانتخابات دهيت كلنا كمصريين بنشارك فيها. والانتخابات دهيت بدأت من اسبوع او عشرة ايام او اسبوع تقريبا في للمصريين موجودين خارج مصر، وظهروا في مجملهم بصورة طيبة كل المصريين. برضو هنا بنحاول ان احنا جميعا كمصريين، وانا مش بتكلم على الأقباط بس، انا بتكلم بصفة عامة لكل المصريين، ان احنا نشارك ونعبر عن هذا الحق الدستوري ويكون لنا صوت. والحكاية دي مش بتاعت كل يوم، دي كل كذا سنة. فالمشاركة والتعبير انك تمارس حقك ولا تترك حقك، وتعبر بصوتك عن اللي تختاره، ويكون حضورك مهم. وده كمان بيعلم اولادنا وبناتنا الصغيرين ان النهاردة بابا وماما او اخويا الكبير او عمي او خالي او جده نازل رايح انتخابات، ويعني انتخابات يعني كذا. فده بيوقظ وبيربي وبيعرف الاجيال الصغيرة ان في مشاركة، ودي مشاركة وطنية مطلوبة وحق لنا جميعا. طبعا الانتخابات بتقعد 3 ايام، حد واثنين وثلاث، اوعى تقول ايه زي المصريين بيحبوا اخر ساعة، مش كده؟ احنا من اول ساعة عشان ندي فرصة ان اخرين يعرفوا وينزلوا ويشاركوا. انا هعمل كده تقرير مهم جدا، هوريكم ازاي الكنيسة القبطية الارثوذكسية المصرية الوطنية بتشارك في الانتخابات، بتحث الشعب على المشاركة في الانتخابات، وده دور مهم جدا يا جماعة، ودور وطني. المشاركة في الانتخابات ده دور وطني ودور ايجابي، انك تكون انسان ايجابي. الاحد 10 ديسمبر 2023 الكنيسة تشارك بايجابية في عملية التصويت باعتبارها جزء من الوطن. الانبا يؤنس اسقف اسيوط وتوابعها عقب ادلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية في مدرسة النصر الابتدائية المشتركة، المشاركة حقك مهما كان رأيك كلنا نشارك. خلي بالكم يا جماعة، هو بيحس الناس بس على المشاركة، هو مش بيوجه الناس تقول ايه وما تقولش ايه، لا هو بيخلي الناس تشارك بمشاركة ايجابية، وده حلو جدا. دي بعض الصور اهي يا جماعة، الانبا يؤنس ومعاه بعض الشيوخ الاجلاء وسط الشعب طبعا، ده قدام اللجنة بتاعة مدرسة النصر الابتدائية المشتركة. طبعا بقى انتوا عارفين التصوير والناس وكله بينزل، وفي اب كاهن معايا اهو. دي الصور، ودي صورة من داخل اللجنة في المدرسة، اتصور مع
الناس اللي موجودين وفي بعض الكهنة معاه اهو. دي الصور. دي أبروشية أسيوط، لجنة العلاقات العامة الأنبا يؤنس أبروشية أسيوط. كده احنا خلصنا أبروشية أسيوط وده نيافة الأنبا يؤنس وهو بيشارك في التصويت على الانتخابات الرئاسية. أيضا من صفحة نيافة الأنبا مرتيروس كان كاتب: تشرفت بالتصويت في الانتخابات الرئاسية، كلنا ننزل نشارك. ودي صورته من داخل اللجنة انتخابات رئاسية 2024. دي لجنة الويلي القاهرة. من صفحة مطرانية مغاغة والعدوى للأقباط الأرثوذكس نيافة الأنبا أغاصن، تعالوا نشوف مشاركة شعب كنيسة العذراء وأبونا عبد المسيح المناهري قرية الساوي مركز العدوى أبروشية مغاغة والعدوى. ودي مشاركة أقباط أهالي القرية أهم، هم مسكين علم مصر مع الأباء الكهنة. طبعا المشاركة الإيجابية حلوة يا جماعة أهو. دي مشاهد حية من داخل اللجان، دي مشاهد حية من داخل اللجان. مشاركة شعب كنيسة الملاك ميخائيل قرية نزلة رمضان مركز العدوى أبروشية مغاغة والعدوى. برضو الأباء الكهنة في القرى، يعني مثلا يقولك إيه القرى ما بينزلوش ما بيهتموش، لا بالعكس القرى أول ناس يا جماعة نزلوا. ما هو كمان حزب مستقبل وطن، كلنا نعمل من أجل مصر أمانة مركز العدوى. ودول أهالي القرية وكلهم مهتمين وكلهم بينزلوا ويشاركوا. ودي صور الأباء الكهنة مع الشعب ودول داخل المدرسة. مطرانية مغاغة والعدوى بنزلة رمضان وكلهم ماسكين أعلام مصر أهو يا جماعة. طبعا الصور تتحدث عن نفسها. طول عمر الأقباط وطنيين يا جماعة والمشاركة حلوة مفيش كلام. مشاركة شعب جمعية رابطة خريج الكلية الإكليريكية مدينة العدوى مركز العدوى أبروشية مغاغة والعدوى. برضو هي الصورة اهي، نكبر شوية عشان نشوفها اها. محدش بقى يقول ان القرى مش بتهتم ومش بينزلهم، بالعكس كله بيهتم وكله بينزل وكله بيشارك. كمان في ناس كبيرة في السن هي يا جماعة نازلة، الكل بيشارك. ناس بتعمل اي علامة غلط في الورقة دي لا هتبقى صوت باطل، في حاجة اسمها الاصوات الباطلة، فخلي بالكم انت بتعملوا علامة صح قدام المرشح. ان احنا عندنا 4 مرشحين، اعمل علامة صح قدام المرشح اللي انت عارفه واللي انت واثق فيه واللي انت عارفه ان هو هيكمل معاك وان هو هيخدم البلد دي بكل امانة. مشاركة قداسة البابا تودروس الثاني في الانتخابات الرئاسية 2024 ويدلي بصوته الكنيسة القبطية الارثوذكسية. طبعا دي اللجنة بتاعة البابا وده الشعب الانتخابات الرئاسية 2024. دي الصور اللي كانوا حاطينها. دي من امام المدرسة اللي هي فيها اللجنة. طبعا بقى تصوير وكاميرات. هي يا جماعة الانتخابات الرئاسية 2024 والبابا بيدلي بصوته. نجي صورة اخرى. اول حاجة يا جماعة اول لما بتدخل اللجنة، طبعا اللجنة بتبقى في مدرسة، بياخد منك البطاقة بيشوف اسمك في الكشف وبيطلع اسمك من الكشف وبتمضي قدام اسمك وبعدين بيديك ورقة فيها اسماء المرشحين، تحط علامة صح في المربع وبعدين تقفل الورقة وتحطها في الصندوق المخصص وبعدين تعمل صباعك في الحبر عشان ده يثبت انك رحت الانتخابات وصوت. لازم تعمل صباعك في الحبر الازرق ده يا جماعة، وده بيكون مراحل العملية الانتخابية.
نشكر ربنا ان هذا الزحام الشديد يدل على ان الكل جايين يدوا اصواتهم عنها وده امر مفيد. اذا كيف ترى هذه التعديلات الدستوريه في النهضه بس؟ لا يا معتاد السريه. الواحد بيقول راي ورا الستار. طبعا كل واحد لازم يحب وطنه ويشترك في صلاح وطنه وفي ابداء صوته اللي يعتقد ان ده في صالح الوطن. كلنا نؤمن بهذا، ولذلك احنا معجبين بزحام الناس الشديد لابداء اصواتهم، ده امر مقنع.